دي واحد الحلمه حلقه ديال العريسه الحلمه بسم الله قسما بالله ودرتيوها يا حتى تقولوا الله يعطيها الصحه نزيدكم واحد السلام عليكم الحباب ديالنا كي درتيو مع صحيحتكم لاباس عليكم اللهم لك الحمد الحمد لله هادشي اللي كاين ايوا السي طاهر مور الكاميرا غادي تدوي ايوا ايوا ديما التحيات ديالي للعائله ديالنا الكبيره لي فان ديالنا الله يحفظهم وينجيهم وتنقول لهم ديما احنا في العواشر عواشر مباركه علينا وعليهم باش ما تمنوا لا جميله كما قلت لكم شهات واحد الطويبه شحال هادي ما درناها وقالت لي بغينا نقسموها مع الحباب ديالنا باش حتى هما يديروا هاد الشيء وهادي حتى هي كتجي غزاله ويلاه دابا يلاه وري لهم دابا هاد الشيء واش شنو هي قدام اللذات هادي كتسميوها الحيمه بالبصيله واللوز هاكاك والبصيله كما تشوفوا هكذا كتبقى تتعجلوا البصيله صغيره واصغر ما كاين في السوق غير ها قد هكذا راه هي حلوه غزاله هكاك وتطيب بالحيمه وباللوز وشهيوه الواحد تيبدل شويه الخضيره والبصله والبصله فيها منفعه كثيره للذات ولهذا فوق ما لقيتوا هذيك البصله الصغيره خذوها وخليوها من تتاح لكم الفرصه طيبوها الطويبه ان شاء الله يلا الحاجه شنو هو عندك تما انت غادي تقول لهم المقادير دابا نعاود نسلم عليهم من جديد الله يحفظكم والله ينجيكم وديما احنا سعداء باللقاء معكم ودابا انت جميله عطاتني المهمه باش نقول لها المقادير الطيبه المقادير اولا الحيمه على قد المستطاع ديال كل واحد حنايا غادي يجيو عندنا الناس درنا تقريبا واحد جوج كيلو ديال اللحم وهنا البصيله ها هي دي كل ما كانت صغيره كل ما كانت صغيره مزيانه هنايا درت جوج كيلو ديال هاد البصيله تنديروا واحد القطيطه ديال القزبر والمعدنوس وعندك هنايا عندنا السمينه معلقه ديال الزبده هنايا الضماد ديال الزعفران وواحد جوج دريصات ديال الثومه مقطعين طريفات صغار البصيله هنايا واحد بصيده كبيره شلضاتها الحاجه بالنسبه للعطيه عندنا الملح بطبيعه الحال على حساب المذاق ديالكم واحد جوج طريفات ديال القرفة عواد عندنا معلقة كبيرة السكينجبير معلقة صغيرة ديال الإبزار ومعلقة صغيرة ديال الخيقوم هادو هما المكونات وبطبيعة الحال الزويتة واللوز غادي درت هنايا تقريبا واحد 125 غرام ديال اللوز تسلقت وعنا قشرناها الحاجة ملي غادي تزوق بهم غادي تحمرهم شوية في ونديرها فوق الحيمة إن شاء الله وإن شاء الله حمنا حمت نتمنى على الله يكون هذا الشيء في الذوق ديالكم ويعجبكم ولا يخطيكم غادي نخليو لا جميلة تورينا دابا تصب لنا هذه المسائل هذه في الكوكوت ونعرفوا إن شاء الله من بعد النتيجة كي غتكون إن شاء الله تبارك الله اول حاجه غدير تاخد الحيمه هي بطبيعه الحال هي الحيمه بسم الله ايوا العطيريه راه قالها لكم هي العطيريه كامله فوق منها هادي هي كدير المعلقه ديال السمن وكل ما كان السمن شويه حايل كل ما تتكون مزيان كديروا هاد جوج طماط اييه ها هما قطيت هاد القزبر في جنيب كديروا هاد التويمه ومعلقه الزبده ديال العضار اييه راه البصيله طبعا ها البصيله فوق منه هكاك مشلضه مشلضه باش دير الضربيره اييه ملي كتقلى ان شاء الله انا معاكم دابا غادي نردها هانتي وندير واحد الغراف ديال الماء فوق منها على ما نقلبها ونشقلبها عاد ان شاء الله نمرقها
كندير نص كاس ديال دابا دير شويه ديال الماء، نص كاس الزيت ديال العنبه، نص كاس ديال الزيت ديال العنبه، لانه هذه البحيله بكريه ما فيهاش الشحوم. هاك الحاجه راه المهم. وكدير واحد الغريره، ها انت قيمه هذه الغريره، يعني جوج كيسان ديال العنبه. ايه بجنيب صافي، وكتخليه ان شاء الله ها كدير هكذا، ها شويه كتشحرنا كتشحرنا هاد الحيمه. اييه وعاد نمرقو ان شاء الله. اها ونسدو عليها ان شاء الله. كنسدو واحد شويه، يا واحد ربع ساعه ملي تلوت ساعه صفر تلوت ساعه غير تصفر تلوت ساعه موراها وطفي وحيد هادي وعاد نرميوه ان شاء الله. غادي يشوفوني منين نرميوه. مصيله ان شاء الله، مصيله ان شاء الله. لا لا خطيك تبارك الله عليك. يلا نرجعولهم ان شاء الله. ايوا هانتوما كما تتشوفوا الحباب ديالنا، كما قلت لكم في المقدمه، مني كنت انا ولا جميله هكاك في المارشي لقات هاد المصيله الصغيره بحال هكا. ايوا هي دابا قالت لي واشنو رايك نديروا للحباب ديالنا الحيمه بالبصيله واللوز. هادي واحد الشهيوه غزاله تتجي، اذا تبعتوها غادي تجيكم غزاله غزاله غزاله، ومول الدار ديالكم غادي يقول لكم الله يعطيكم الصحه. دابا انا تنقي لها اللوز سلقاتو، وانا تنلقيه وغادي نلقي لها البصيله ديالها، تيبقاو هكاك صحيحين، وحنا غادي نرجع معكم مع اللي جميله اللي خطيكم باش تقدم لنا المكونات. ان شاء الله ان شاء الله. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. لا جميله دابا تنشوفوا الطنجره غلات شويه ياك. ايوا دابا اش غنديروا ان شاء الله؟ ايوا راني قلبت الحيمه. اييه دابا غادي تختار شويه، ودابا غادي نمرق ان شاء الله. ان شاء الله يلا. اصبري اصبري نطلع عليها نشوفوا. هاتي نشوفها. والله لا لا هات بخير والله خير. ندير هاد الميه. اها هذا الكاس الاول والكاس الثاني قد قد. ديما تدير الماء في الجن. في الجن مزيان تبارك الله عليك. الميه تكون دافيه دائما. اها تكون دافيه باش ما تتزقش الحيمه. وكتسد عليها كما العاده ملي كتشوف اللحم تقرص شويه. اها تدير بالفرشيط، كتمشي ديك الفرشيط كتقاد طاب شويه، كترمي البصيله، البصيله كتطلق الماء. اييه الماء ديالها غادي يطيب. صافي ان شاء الله بلا ما نزيدو لها الماء. ودابا تقريبا ها هي دي دابا سديتي عليها، غادي دير الصفاره ان شاء الله. وواحد شحال خصها؟ واحد نص ساعه. اه نص ساعه نحلها. يلا تبارك الله عليك ان شاء الله. ايه والله يحلنا ويحلك ابواب الجنه ان شاء أيوة الله. ايوا تبارك الله عليكم. امين. حنا وجميع امه سيدنا محمد. لا لا يخطيك والله يحفظكم بحفظ الله. السلام عليكم. لا جميلة احنا دابا رجعنا لهم. اييه من بعد ما انا غادي تقلات هذيك الحيمة. الحيمة دير لها الفرشيط وتشوف واش. اييه اه بلاتي بلاتي حتى تحيد الصفارة، لأن هذه راه مهمة بزاف. شحال من واحد الله يحفظ تيحل البوطة قبل ما يخرج البخار اللي فيها وتيصدق المشاكل، تتزيرها بزاف الحاجة. اه كتزير ملي كتحلها. اه كتقلبها بالفرشيط أولا معلقة، المهم تبقى ودا مياس ودا لي كان. اه شحال الريحة طالحة بزاف. صح ديال السمينة. اه جميلة بزاف. أصلا شوف أصلا شوف. والله طيبه. وحتى داك الماء هذه درتي بحضره ديال الحيمه فاش تطيب الحيمه. أيه. اما البصيله كتفك الماء. اه دابا ما تزيدش الماء. الله يعطيها الصحه. البصيله دغيا كطيب تبارك الله عليك. أيه. كتطلق الماء ديالها. بسم الله. وديروها غير في جنيب. لوحوها غير في جنيب. بسم الله. والله إلا هاد الطويبة هادي دات تشهي قبل ما طيب. صلات على رسول الله. أنا الواحد تيبدل شوية ها البطاطا ها الخيزو ها البصيلة راه دواء ها الطاجين. ما هادي دابا عاوتاني ماكلة
الدواء اللي ما كيبغيش البصيله. اصلا نقول لك واحد الحاجه، اذا كتاكل بصله لا كتاكل هكا تطويها كتحمق عليها سبحان الله. اجي نقول لك واحد الحاجه، كاين يمكن له يزيد لواحد شي شويه الزبيب مع هذا، هذيك كتولي عاوتاني بحال طياب ديال المروزيه. وهذه هذيك الطويجن اييه كتجي الزبيب والبصله، الزبيب والبصله هذيك طويجن. هذه كتسمى طويبه، طويبه بحال الحيمه بشي حويجه. اوه تبارك الله. ودابا هاد البصيله كلها غتلق مواه، دابا تعاود تسد عليها صافي غادي ان شاء الله. وتقلي داك اللوز، اللوز غيتقلى ودار فوق الحيمه، وحنا معاهم في التقديم ان شاء الله. ان شاء الله وتبارك الله. الله لا يخطيك تاتيم وتبارك الله يا كبير. الله يحفظك. كما كتشوفوا البويضات شهاهم سفيان، قال لي يا ماما سلق لي البويضات ودور عليهم زدتيهم مع التزيين. زدتهم مع التزيين. انا خويا كيعجبني بزاف البيض مع اللحام وداك الشيء وهذا. وانتم كتشوفوا هذه شهيوه نبغيكم تجربوها. غزاله غزاله كتجي. الله عظيم. قسما بالله ودرتيوها يا حتى تقولوا الله يعطيها الصحه. نزيدكم واحد الوصفه اللي تعجبني مع المقا. انا غادي نعطيك اياه. اتساقوا مني ما عطيتكمش الوصفه ديالي. طلبوني ونحطها في قناتي. معلقه. المعلقه هات. وعرفت حط لي داكشي ديالها. ها هو ها هو هذا قدامك يلا. هادي اخوتي مايونيز. ياكو فرماج كيتشوب الموطاد علاش نحطها في الطاجين؟ مايونيز هذي قالها وخلط في الطاجة. نسيتي واحد الحاجة، حلقة ديال العريسة نسيتي واحد الحاجة. فرماج ما قلتي له قلتها قلتها ايوا ديك الساعة اجي وقولوا لي شنو شنو كاين. لا لا مزالة جاتك فني. ايوا الهني عدم لك الصحة. الصحة والسلامة. تبارك الله عليك. وتبارك الله عليكم. وهذه شهيوة نتمنى يكونوا وليداتي ضايعين بيا كاملين. ديروها وصيفطوها لي في الانستغرام. سلامت علينا. نشوفها. فائزة. واللي عزيزة عليه خالته جميلة غادي يدير في حالها ويصيفطها. وانتم لي فان ديالنا الله يحفظكم ويرجيكم. هانتوما ها هي هذه الشهيوة، تبعوا داكشي اللي دارت لها جميلة، غادي تحصلوا على أكلة جديدة غزالة تبارك الله. وأنت الوليدة تبعوا داكشي اللي تديه بحال فوتوكو. ما كنقص ما كنزيد، قسما بالله. تبارك الله عليكم والله يحفظكم. كنديروا لكم. الله يحفظكم بحفظ الله. وتبارك الله عليك. الله يعطيك صحتك وتبارك الله عليك. يلا آيانا مع مسيدي نقولوا بسم الله. وكنسلم على هند اليعقوبي. أييه. كنسلم عليها وتبارك الله عليها، ديديكاس ليلها. الله يحفظكم. تبارك الله عليكم والله يحفظكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله. ان شاء الله. يا الميمه يا دايب الخير.